ننتقل مباشرة للانتباه وفيها نطالع روسيا لن نكشف تعاون العسكري مع السودان لحساسية الموضوع. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لن تكشف عن تفاصيل التعاون العسكري التقني مع السودان نظرا لحساسية الموضوع. قالت ذلك المتحدثة باسم الوزارة الروسية ماريا زاخاروف خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس ردا على سؤال حول مستقبل الاتفاق بين الخرطوم وموسكو بشأن مركز الإمداد العسكري التقني للقوات البحرية الروسية في السودان بعد التطورات الأخيرة. أستاذ يعني أشرف الموقف الروسي كان حاسما في ترجيح كفة العسكر، يعني كيف تعلق؟ هو بالتأكيد ما روسيا تريد أن تعود لتلعب دورا جديدا، خاصة وأن لديها تجارب كانت سابقة مع السودان أثناء الحصار، وقد لجأ إليها الرئيس المخلوع البشير في إطار صراعه مع الولايات المتحدة الأمريكية والضغط الدولي المكثف عليه، وبالتالي هي تتكي على تجربة قريبة وتظن أن الفرصة الحالية هي يمكن أن تعيدها مرة أخرى إلى السودان حتى تستفيد من كثير من المسائل التي تريد أن تستفيد منها، خاصة في الجانب العسكري سواء كان فيما يتعلق بالقاعدة البحرية في البورسودان أو في قاعدتها المتواجدة الآن في أم دافوق في دارفور. طيب يعني الموقف الروسي الحاسم عندما تقول الخارجية الروسية إنها لا تريد تحدث عن التعاون العسكري بينها والسودان لحساسية الموضوع، من تخاطب برأيك؟ هي تشير للولايات المتحدة الأمريكية بأنها إذا كانت تضغط على الخرطوم هي لن تكشف، ولكن بالتأكيد هذا من شأنه أن يزيد من الضغوط من الولايات المتحدة على الخرطوم حتى تكشف ما هي هذه المسائل الحساسة في إطار التعاون التقني بين الخرطوم وبين موسكو. يعني هل تعتقد بأن الولايات المتحدة استخباراتيا لا تملك المعلومات؟ بالتأكيد هذا يأتي في إطار الحرب الباردة وهذا هو أمر مكشوف، فإذا أردت أن لا تقول أنا لا أتعامل مع إنسان في الجانب العسكري هذا يقع في إطار المكتوم آخر درجات السرية، ولكن عندما تقول أن الموقف حساسا ولا تستطيع أن تكشف عن ذلك فبالتأكيد ستحرك الدول الأخرى التي تريد أن تعرف مزيد من المعلومات حول هذه المسألة الحساسة التي لا تتعامل معها فيها. إذن هذه الأوضاع ستضغط على الجيش السوداني أكبر من قبل الولايات المتحدة حتى يعلم ما هي هذه التفاصيل التي امتنعت روسيا عن القول بها. الحكومة الروسية لا تعلم هذا الاتجاه، هل تتوقع بأن هناك تحالف يعني من اتجاه آخر ما بين روسيا والولايات المتحدة؟ هي قصدت بذلك أن تشير بوضوح أنه لديها تعامل مع الخرطوم ويعني ستحاول أنه يمكن عبر هذا التعامل حتى حماية الخرطوم، وكل ذلك يعيد يكون في إطار قواعد اللعبة في البحر الأحمر. منطقة البحر الأحمر منطقة استراتيجية مهمة بالنسبة لكثير من الدول التي لديها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، مهمة بالنسبة لإسرائيل في إطار ما يتعلق بتهريب السلاح لحركة حماس، مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن هذه المنطقة معبر أساس بين قارتي آسيا وأوروبا، وكذلك يمكن كل السفن التجارية تعبر عبرها. هذه المنطقة منطقة القرن الأفريقي منطقة مهمة وبها كثير من الإشكالات الحالية حتى ما يحدث في أثيوبيا الآن ويجري هو جزء من ذلك. الصين دخلت كطرف آخر فيما يتعلق بقاعدتها في جيبوتي ومحاولات لتمددها في الصومال، إذا عندما تدخل طرف مع روسيا والصين فيما يتعلق بالسودان هذا يصير حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية. موضوع القاعدة البحرية هذا خلق كثيرا من التعقيدات لحكومة الفترة الانتقالية في الفترة الماضية كما يعلم الكل. الآن بعد هذا الموقف الروسي هل ضمنت روسيا هذا الاتفاق أم أن الأمر لم يحسم بعد؟ لن يستطيع أي شخص أن يحسمه الآن من قبل المكون العسكري في السودان. آخر تصريح للسيد الفريق البحراني سبوتنيك قال أن هذه الاتفاقيات عليها ملاحظات وبمعنى أنها لم تكتمل حتى الآن بشكل نهائي. هل نتوقع نشوء تحالف من نوع آخر ما بين الولايات المتحدة وروسيا في مسألة هذه القاعدة؟ لا، من الصعب. الولايات المتحدة تدخل على الخط وتريد أن تقيم قاعدة وقواعد هي دون أن يكون لروسيا أي وجود في هذه المنطقة. هذا هو الصراع الكبار الآن، الحرب الباردة بدت من جديد فقط. الصين وروسيا على الخط وكذلك في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية.